الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بكتاب الأطعمة، وهنا فائدة في الترتيب. عادة فقهائنا أنهم يريدون كتاب الأطعمة في آخر الأبواب بعد الجنايات، والمصنف قدمه لأنه وافق طريقة بعض المتقدمين مثل صاحب العمدة، والعمدة وافق ترتيب الخرقي، وهذا هو ترتيب الخرقي، فإن الخرقي قدم الأطعمة. وأنتم تعلمون أن فقهاءنا لهم طريقتان في ترتيب كتب الفقه. الطريقة الأولى التي مشى عليها أبو القاسم الخرقي في مختصره، ومشى عليها كثير من المتوسطين في ترتيب كتب أبواب الفقه في داخل الكتاب الواحد. الطريقة الثانية التي مشى عليها أبو الخطاب ومثله أبو محمد بن قدامة في المقنع، وهي التي مشى عليها المتأخرون. والمصنف في هذا الكتاب، أعني منهج السالكين، تأثر كثيرا بكتاب عمدة الفقه لابن قدامة، لا في الترتيب ولا في الألفاظ، وهذا واضح جدا، فإنه أحيانا يأتي بالألفاظ بل وفي منهج التأليف، فإن صاحب العمدة عني بأمرين: أنه يبني على الترجيح، وذكرت لكم هذا في أول الدرس، والأمر الثاني أنه يذكر الأحاديث التي هي عمدة الباب، والمصنف يعني أراد أن يوافق العمدة في ذلك. نعم. وهي نوعان، قال: وهي نوعان، أي المطعومات نوعان، إما حيوان أو غير الحيوان. فأما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. قال: إلا ما فيه مضرة، أي يضر البدن، كالسم فإنه يضر، ومثله الطعام الحلال إذا كان يضر المرأة لمرض فيه فإنه يحرم عليه تناوله. قوله ونحوه، هذه معطوفة على الاسم الموصول ما فيه مضرة، لأن ونحوه هذه أي يحرم ما فيه مضرة ويحرم ما كان نجسا، وليست عطفا على السم، فلا نقول ونحوه، وإنما نقول ونحوه، فتكون معطوفة على اسم الموصول وهو ماء بمعنى الذي. ومرادهم بونحوه أي النجاسات، فإن الأمور النجسة يحرم تناولها وأكلها. هناك قاعدة لأهل العلم في تفريق المطعومات غير الحيوان، فالعلماء يقولون: إن كان التحريم لأجل الضرر فإنه يجوز إذا أمن الضرر، كل ما حرم لأجل الضرر فيه فإنه إذا زال الضرر فإنه يجوز. ولذا قال صاحب التبصرة: إن السم يجوز قليله من باب التداوي. بعض الناس قد يأكل بعض أنواع السموم للتداوي لإخراج شيء في بطنه كالدود وغيره، وهذا معروف من الأدوية القديمة التي كان الناس يأكلونها. إذن فما حرم لأجل الضرر فإنه يجوز إذا انتفى الضرر. ومثله يقال في كثير من الأشياء التي معروفة من المطعومات التي يختلف الأشخاص بها. وأما النجس فإنه يحرم قليله وكثيره، لا فرق. والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر فإنه يحرم كثيره وقليله، لحديث كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق أو الفرق، وما كل ما مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. نعم. قال: الأشربة وهي المائعات التي يتناولها الشخص كلها جائزة، يجوز شربها، إلا ما كان مسكرا، أو طبعا لم يذكرها المصنف لكنها معروفة عند كل أحد، أن يكون محرما لوصفه، كأن يكون مسروقا أو مغصوبا، هذه مسألة أخرى متعلقة باب الغصب. لكن نقول إن الأشربة كلها مباحة إلا المسكر. ما هو المسكر؟ قاعدته أن كل ما أسكر كثيره فقليله حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ الحديث: وما أسكر منه الفرق، أي الإناء الكبير، فملء الكف منه حرام. إذن ما أسكر كثيره فقليله حرام. العلماء تكلموا عن هذا الشراب المسكر، كيف نعرف كونه مسكرا؟ قالوا: أولا بأن يعرف أن هذا الشراب بعينه يذهب العقل، إما بأن يرى شخص قد شرب منه فأسكر، أو أن يعرف بأنه مسكر، مثل هذه المسكرات التي تكون في قنانية، فمعروف أن من شربها فهو مسكر. الأمر الثاني، وأتكلم عن العصير وهو النبيذ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبذ له تمر في ماء فشربه،
فشرب النبيذ بهذا المعنى يجوز. متى يحرم النبيذ؟ قالوا بأحد ثلاثة علامات. العلامة الأولى إذا اشتد وقذف بالزبد فإنه حرام. العلامة الثانية إذا مضت عليه ثلاثة أيام حرم، فكل عصير إذا مضت عليه ثلاثة أيام حرم شربه لأجل الأثر عن الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك، وله أصل عند أهل السنة. الأمر الثالث إذا طبخ فذهب ثلثه لما جاء عن عمر، وأما إذا طبخ فذهب ثلثه فقد حل. هذه العلامات الثلاث نعرف بها بأن النبيذ قد حرم. إذن الفرق بين النبيذ الذي نقل في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة فعلوه، بل ما زلنا نفعله قبل أن يأتي مياه التحلية حينما يكون الماء هماجا وفيه مرورة، وبين المحرم الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في الآنية فيه وغيره، نقول هذه العلامات الثلاث أن ينبد يوما أو يومين، وأما الثالث فكما جاء في الحديث عند أهل السنن أسقه ناضحك فيعطى للحيوان فيحرم بعد مرور ثلاثة أيام، أو أن يطبخ فيذهب ثلثه فيحرم، أو أن يقذف بالزبد، حينئذ يكون حراما وإن غلب على ظنك أنه لا يسكر، هو حرام هو حرام. إذا عرفت هذا الفرق عرفت الفرق بين قول أهل الكوفة وقول غيرهم في هذه المسألة. ولذلك فإن معرفة مسألة الأشربة من المسائل المهمة. قد يقول بعض الناس لا نطبقها، نقول بلى نطبقها. عندنا هنا في مكة كثيرا عصير مشهور جدا اسمه السوبيا بنوعيه الأحمر والأبيض، نقول إن هذا العصير إذا مضى على صنعه ثلاثة أيام حرم شربه مطلقا، وكذا إذا طبخ فذهب ثلثه يحرم، ولذلك البلدية تجعل له 48 ساعة ثم تنتهي صلاحيته. نعم. وإن انقلبت الخمر خلا حلت. قال وإن انقلبت الخمر خلا حلت. الخمر وأعني بالخمر الطبيعية للصناعية كيف تكون؟ هي يجعل مثلا التفاح في إناء مغلق ومعه ماء مثلا وبعض الأشياء، ثم إذا فك ذلك الإناء فإن ما في الإناء يكون خمرا، ثم إذا تبخر الخمر أو تبخر بعضه صار خلا. الخمر هذه متى يجوز قلبها خل؟ في حالتين. الحالة الأولى إذا انقلبت وحدها، بمعنى أن الخمر من غير إضافة لآدمي لها عليها بشيء، أو نقلها إلى ظل ونحو ذلك، أو فتح إناء، فإنها تجوز. الحالة الثانية إذا كانت الخمر خمر خلال، بمعنى أن الخلال قصد من وضع التفاح مثلا أو العنب في الماء لأجل الخل، ففترة التخمر هذه جاءت تبعا، فخمر الخلال وإن كان الخلال قاصدا بفعله قلبها خلا فإنها تجوز. الحالة التي لا تجوز ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا انقلبت الخمر غير خمر الخلال إلى خل بفعل آدمي بأن يمزج بها ماء ونحو ذلك، أو أن ينقلها من مكان إلى مكان من ظل إلى شمس ونحو ذلك، فإنها تحرم ولا يجوز شرب تلك الخل. نعم. والحيوان قسمان. نعم، بدأ يتكلم عن الحيوانات التي يجوز أكلها ولا يجوز أكلها. نعم، قال قسمان. القسم الأول بحري فيحل كل ما في البحر حيا وميتا، قال تعالى نعم بدأ بالبحري، والمراد بالبحري هو الذي يعيش أكثر وقته في البحر، إذ التغليب للأكثر، ومر معنا قاعدة الأكثر. قال فيحل كل ما في البحر مهما كان اسمه حيا وميتا، حيا بأن يكون مصطادا ثم تذبحه أنت، أو ميتا بأن يكون البحر قد ألقاه على ظهره، أو أن تصطدته حيا ثم مات عندك، أو مات حتف أنفه بضرب منك ونحو ذلك. فكل طريقة من طرق الكون حيوان البحر ميت فإنه يجوز أكله. قال لقول الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان الحوت، والحوت هو صيد البحر. طيب، يستثنى من الأمور البحرية ثلاثة أشياء لا يجوز أكلها عند فقهائنا. أولها الضفدع، ويصح كسر الدال وفتحها فتقول الضفدع والضفدع، وقالوا والضفدع بالكسر
هو الأشهر عند اللغويين أو عند بعض اللغويين. فالضفدع هذا يحرم أكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله وقال إنه يسبح، وكل ما نهي عن قتله أو أمر بقتله فيحرم أكله. الأمر الثاني قالوا التمساح، لأن التمساح يأكل الآدمي، ولأن له نابا فغلب فيه جانب البر، فقط التمساح دون باقي الحوت. الأمر الثالث قالوا الحية، عند مشهور فقهائنا الحية فيها خلاف، لكن عند المشهور عندنا أنه لا يجوز أكل حية البحر لأنها مستخبثة، وعللوه بالاستخباث. والحية تباع في الأسواق لأن بعضا من أهل العلم يجيزها، فمن يرى جواز أكلها فإنه يجوز أن يشتري حية البحر ويأكلها، وأما عند فقهائنا فإنه يحرم أكل حية البحر. طيب سؤال، خنزير البحر وكلب البحر هل يجوز أكلهما؟ نقول لا، لأن بعض من أهل العلم هو الشافعي هو الذي يحرم بقاعدة الاشتراك في الأسماء، وتذكرون أن من قواعد التعليل عند الشافعي وذكرها صاحب جمع الجوامع وهي مسألة الاشتراك في الأسماء، وهذه من أصول الشافعي التي انفرد بها عن غيره. نعم. وأما البري فالأصل فيه الحل. نعم، البري وهو الحيوانات التي تعيش في البر فالأصل فيها الحل لعموم النصوص، إلا ما نص عليه الشارع. نعم، إلا المستثنى، ودائما المستثنى أقل من المستثنى منه وهو قليل. أوله ما في حديث ابن عباس كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. نعم، هذا ثابت في الصحيح وجاء نحوه من حديث أبي هريرة وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، ومعنى كونه ذا ناب يعني أن له نابا يفترس به، لا مطلق النيب، لا مطلق وجود الناب، لا بد أن يكون الناب يفترس به. من أمثلة ما له ناب جميع السباع فإن لها نابا، والفيل له ناب، وهكذا. ونهى عن كل ذي مخلب من الطير رواه مسلم. نعم، الأمر الثاني ما له مخلب ويجب أن يقيد بأن يكون يفترس به، استثني من ذلك بعض الأشياء مثل ما نقلوا عن الضبع وغيره. نعم. ونهى عن لحوم الحمر الأهلية، متفق عليه. نعم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمر الأهلية. الحمر بجمع بضم الميم جمع حمار، وأما إذا سكنت الميم فإنها جمع أحمر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من حمر، أم حمر؟ حمر بالسكون لأنها جمع أحمر، حمر. نعم، وأما هنا فإنها حمر جمع حمار. الحمر نوعان، حمر أهلية وحمر وحشية. الحمر الأهلية هي التي نعرفها يركبها الناس، فهذه حرام، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر. ولو توحشت في بعض البلدان عندنا هنا لما وجدت هذه الآلات والسيارات أصبحت الحمر الأهلية في الشوارع، موجودة في بعض المناطق الجبلية عندنا في المملكة، في جنوب المملكة، ففي الشوارع تجدها بكثرة وتمشي كالقطيع، كقطيع الغنم، فتكون قد توحشت. نقول إن الحمر الأهلية ولو توحشت حرام أكلها، التي تكون حلالا هي الحمر الأهلية، عفوا الحمر الوحشية، الحمر الوحشية. والحمر الوحشية قيل إنها نوع من الغزلان، إذ الغزلان بعضها يسمى بقرا وحشية وبعضها يسمى حمارا وحشية، فإذا كان أذناه فيها بعض طول سماها العرب حمرا، وإذا كانت عينها واسعة سماها العلماء بقرة. فالوضيحي هي البقر الوحشي، ونوع آخر من الغزلان تسمى حمرا وحشية. نعم. ونهى عن قتل أربع من الدواب، النملة والنحلة والهدهد والصرد رواه أحمد وأبو داود. نعم، هذا الحديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أربع، وقلنا إن القاعدة كل ما أمر بقتله وهي الفواسق الخمس، وكل ما نهي عن قتله ومنها الأمور الأربع ومنها الضفدع كما سبق فإنه لا يجوز أكله. الأمور الأربع ما هي التي نهي عن قتلها؟ أولها النملة، فالنمل لا يجوز أكله. الثاني النحلة، والنحل لا يجوز أكله كذلك، وإن كان حيوان وإن كان حشرة طيبة. وقد جاء عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذباب كله في النار إلا النحل، فلا يوجد في الجنة ذباب ولا بعوض ولا غيره مما يذب عن الوجه إلا النحلة، لأن النحل جميل وغير مؤذن في الغالب إلا لمن يعني هو تحرش به واقترب إليه. قال والهدهد، والهدهد معروف، والصرد، الصرد ما زلنا نسميه صردا إلى الآن بلهجتنا الدارجة. الصرد هذا له منقار قوي جدا يفترس به الحشرات والطيور الصغيرة، ويكون فيه يعني أقرب للون الرمادي
فيه قرب للون الرمادي، وهو معروف إلى الآن، يأتي في المواسم ويصطاده أهل الصيد، لكن ما يجوز أكله، يسمى الصرد، فهذا محرم أكله. نعم. وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها. نعم، قال وجميع الخبائث محرمة لقول الله عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قالوا وليس المراد بالخبائث هنا المحرمات، إذ لو كان المراد في الآية المحرمات لما أفادت الآية شيئا، وإنما المراد بالخبائث ما وجد فيه وصف الخبيث. فحيث استخبث العرب حيوانا فإنه يكون خبيثا فلا يجوز أكله. قالوا والعبرة بما استخبثه أسوياء العرب ومياسيرهم دون جفاتهم من البوادي وغيرهم، لأن الجفات ربما يأكلون كل شيء. فقد جاء أن بعض أهل الأدب وهو عبد الملك بن قريب الأصمعي سأل أعرابيا فقال ما تأكلون من الحيوان؟ فقال نأكل كل ما دب وعلى، كل شيء على الأرض ويمشي نأكله، إلا أم حبين فلا نأكلها. وأم حبين المراد بها الخنفساء، ولذلك عير بعضهم رؤبة بن الحجاج فقال إنه يأكل الفأرة، ولا أظنهم يصدقون في ذلك، لأنه ربما كان رؤبة يأكل الجربوع أو اليربوع، فإنه يصح قلب الجيم ياء. ومن لا يعرف الحيوانات في جزيرة العرب يظن الجربوع فأرة، والجربوع لحمه مباح للنص. إذن المقصود من هذا أن ما استخبثته العرب نعني مياسيرها دون جفاتها فإنه يكون محرما. مثلوا لذلك أمثلة، فقالوا من أمثلة ذلك القنفذ، فإن القنفذ يستخبثه العرب فيكون حراما. هنا فائدة، لأن حيوان مشهور عندنا، ذكر فقهاؤنا أن مما تستخبثه العرب النيص، والنيص عندنا موجود وخاصة بجانب الطائف من جهة المخواه كثير جدا هناك النيص. والصحيح أن النيص ليس مستخبثا، فإن مياسير العرب ناهيك عن بواديهم يحبون لحم النيص، بل يغالون في ثمنه جدا قديما وحديثا، ولذلك فربما إنما العلماء حرموا ذلك تطبيقا على قاعدة لا يعرفونها، أو قياسا على القنفذ، لأنهم يجتمعان بأن فيه شوكا. فالنيص الظاهر جوازه، وهو الذي افتي به مشايخنا أن النيص جائز، لأن مياسير العرب قبل وجود هذه المدنية يأكلون النيص ويحبونه ويرون أنه من الطعام الحلال، ولذا فالظاهر تخريجا على أصولنا أن النيص جائز وليس محرما. نعم. النيص ما هو؟ هو مثل القنفذ لكنه طويل، قد يصل طوله إلى المتر أحيانا أو أقل، فيه شوك، ولا يأكل إلا النباتات ولا يأكل اللحوم. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها حتى تحبس وتطعم الطاهرة ثلاثة. نعم، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة، والجلالة هي التي تأكل النجاسات والخبيث، سواء كانت حيوانا أو كانت داجنا من الطيور، فكله سواء. هذه التي تأكل النجاسات يحرم أكل لحمها ويحرم لبنها، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ركوب الجلالة وعن أكل لحمها وعن شرب لبنها. يقاس على لبنها بيضها، فلو كان عند امرئ دجاج يأكل النجاسات فإنه يحرم أكل بيضه. عندنا هنا مسألتان، المسألة الأولى أن أكل النجاسات يجوز للمرء أن يجعل حيوانه يأكل النجاسة، بشرط ألا ينوي ذبحها قريبا، وسيأتي في قضية إطعامها الحلال بعد قليل. الأمر الثاني أن الحيوان إذا أكل نجسا فإنما نسميه جلالة، يحرم لحمه ويحرم لبنه ويحرم بيضه إذا كان النجس أكثر أكله، وهذه داخلة في عموم قاعدة التغليب، بمعنى أننا نغلب أكثر من أكله. وأما إذا كان يأكل أكثر أكله الطاهر فهو جائز. مثال ذلك الدجاج، الدجاج يخم أي شيء في الأرض، فقد يكون بجانب الدجاج أحيانا دم فيأخذ من الدم شيئا، الدم نجس، لكن الدم ليس أكثر أكله، وإنما أكثر أكله غير ذلك، أو يأكل الدود أو غير ذلك، فحينئذ لما كان النجس ليس أكثر أكله فلا نسميه جلالة، وهذا معروف لمن يربي الدجاج. طيب، قلت لكم قبل قليل إنه يجوز للمرء أن يطعم حيواناته النجاسة بشرط
ألا يكون ينوي أكلها قريبا أو يأكل لبنها، لأنه يجوز أكل الجلالة بعد تطهير ما في بطنها، لما جاء أن ابن عمر أن الدابة عنده إذا أكلت النجاسات حبسها 3 أيام فأطعمها الطاهر فخرج ما في بطنها، فحينئذ أبيح أكلها وشرب لبنها وأكل بيضها. إذن بعد حبسها 3 أيام لحديث ابن عمر يجوز، وهذا معنى قول المصنف حتى تحبس، أي تمنع من أكل النجاسات، وتطعم الطاهر أي الطعام الطاهر 3 أيام بلياليهن، فلا تأكل ولا تشرب إلا طاهرا. نعم. باب الذكاة والصيد. نعم، بدأ المصنف بالذكاة والصيد وهما متقاربان، والذكاة للمقدور عليه والصيد للوحشي، أو الذكاة للأهلي والصيد للوحشي. الحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاة إلا السمك والجراد. نعم، يقول الشيخ الحيوانات المباحة أي المباح أكلها، وأما غير المباح أكله الذي لا يباح أكلها فإنه لا تباح بالذكاة. قال المباحة أي الحيوانات المباحة أي التي يباح أكلها، وهي نوعان، إما أهلية وإما وحشية محبوسة. فالأهلية مثل الخروف والدجاج والحمام وغيره، والوحشي مثل أن امرأ رمى شبكة فاصطاد طيرا كحمام ونحوه، فإذا قدرت على هذا الوحشي الصيد فلا يباح لك أكله إلا بالتذكية لأنه مقدور عليه. إذن التذكية للأهلي وللصيد الوحشي إذا قدر عليه. قال لا تباح بدون الذكاة، وسيأتي تفصيله بعد قليل، إلا السمك والجراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل لنا ميتتان، الحوت وهو السمك والجراد، وفي معنى الجراد ما في معناه. نعم. ويشترط في الذكاة أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا. نعم، الشرط الأول وهو أهلية المذكي، ولا يكون المذكي أهلا إلا بثلاثة شروط، أولها الدين، فإنما يباح تذكية المسلم والكتابي وهو اليهودي أو النصراني، لقول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. إذن المقصود أن تذكية المراد بالطعام هنا ما ذكاه، فتذكية الكتاب حلال. إذن الأهلية أولا باعتبار الدين، ثانيا باعتبار العقل، فإن المجنون لا تصح تذكيته مطلقا لأنه لا نية له، لأن التذكية فيها معنى العبادة حيث شرط فيها التسمية، والمجنون لا نية له فلا تصح تذكيته. الثالث التمييز، لأن من كان دون سن التمييز لا نية له مطلقا، ومن كان مميزا ولو لم يبلغ فإن له نية ناقصة فتصح تذكيته. الرابع القصد، بمعنى أن المرأة لو سقطت منه سكين من غير قصد فنحرت شاتا أو نحو ذلك فنقول إنها لا تبيح، بل لا بد من القصد بالفعل. وأن يكون بمحدد. نعم. وأن ينهر الدم. قال وأن يكون بمحدد وأن ينهر الدم، هذا شرط واحد، هكذا العلماء، لأنهم جعلوا الشرط واحدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم فكل إلا السن والظفر، فدل ذلك على أن كل ما يكون محددا ينهر الدم، بمعنى أن الدم يخرج بحده لا بعرضه ومثقله، إذ المثقل قد يخرج الدم، فليس الشرط إنهار الدم، وإنما الشرط أن يكون فيه محدد ينهر الدم، ما أنهر الدم، ما أي الذي، ولا يكون منهرا للدم إلا أن يكون محددا. وأما المثقل لو ضرب بمثقل وخرج دم فليس بمبيح. يستثنى من المحدد أمران الذي استثنى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو السن والظفر، فالسن لا يجوز التذكية به، وكذلك الظفر، سواء كان متصلا بالمذكي أو منفصلا عنه بأن أتى بظفر منفصل أو سن منفصل فذكى به. سؤال، لو أن امرأة وجد خشبة ولكنها مدببة، هل يجوز له أن يذكي بها مثل الطير الحمام أم لا؟ ما رأيكم؟ وما الدليل من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، محدد فيجوز، لما جاء من إذن النبي صلى الله عليه وسلم بالتذكية بالقصب، فالقصب محدد، فلو كان المحدد خشبا أو قصبا أو حديدا، إذن فالمحدد ليس مأخوذ من الحديد، وإنما مأخوذ
بما يقابل المثقل وهو الثقيل، فكل ما له حد فإنه يجوز. الزجاج يجوز أن تذكي به، أنا أتكلم عن تذكية الحيوانات الصغيرة كالطيور الصغيرة، فهذا يجوز أن تذكي بها. طيب أحيانا تذكي بظفرك، ما يجوز. الحصاة هل تذكي بها أم لا؟ نقول إن كان لها حد فيجوز. بعض الصفا، وهذا ملاحظ في بعض الصفا بجانبي في عندنا هنا قريب في مكة، يكون محددا وبعضه يكون كبيرا، الكبير لا يذكى به والصغير يذكى به بأن يكون له حد ينهر الدم. نعم. الشرط الثالث، وأن يقطع الحلقوم والمريء. نعم، يشترط في التذكية أن يقطع فيه الحلقوم والمريء. انظروا معي، الرقبة أو الحلق فيه أربعة أشياء: حلقوم وهو مجرى الهواء، ومريء وهو مجرى الطعام، وودجان وهما مجرى الدم، العرقان الناتئان. الواجب عند أهل العلم لكي تكون الذكاة صحيحة وجوب قطع الحلقوم والمريء، وأما الودجان فلا يلزم قطعهما، وإن كان الغالب ألا يقطع أحد الحلقوم والمريء إلا وقد قطع أحد الودجين أو جميعهما، لكن لو فرض قطع الحلقوم والمريء فقط بدون غيرهما نقول أجزأ، لأن النص إنما ورد بهما فقط. إذا قطع الحلقوم والمريء سيخرج دم، لا يلزم أن يكون الدم دم الودجين، فمطلق الدم حينئذ يكون مبيحا. هذه مسألة. المسألة الثانية، الواجب إنما هو قطع الحلقوم ولا يلزم إبانته، يعني لا يلزم قطع الحلقوم كاملا من طرفيه والمريء من طرفيه، وإنما يقطع ولو بعضه والمريء ولو بعضه، فإذا قطع فإنه حينئذ تحصل به الذكاة. وإن كان الأفضل إبانته، أي قطع كامل الحلقوم وقطع كامل المريء، هذا هو الأفضل والأتم، كما أن الأفضل والأتم قطع الودجين خروجا من الخلاف. طيب، هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة معنا، أن قطع الحلقوم والمريء، أن التذكية كيف تكون؟ قالوا التذكية تارة تكون ذكاة وتارة تكون نحرا، فالتذكية إذا كانت من أعلى الحلق من جهة الرأس هنا، هذا يسمى الحلق، فحينئذ تسمى ذكاة، والنحر من جهة اللبة، واللبة أسفل الحلق من جهة، أو أسفل العنق من جهة الصدر، هذا يسمى اللبة. السنة نحر الإبل بطعنها في اللبة، ثم يقطع الحلق والمريء، يقطع الحلقوم والمريء. وأما غير الإبل كالغنم والبقر وغيرها من الطيور فالسنة الذبح، فتكون التذكية ذبحا من أسفل الحلق أو من أعلى الحلق. إذن نقول صورة الذكاة، التذكية تكون بثلاثة أشياء: بذبح ونحر وعقر. الذبح يكون بأعلى الحلق من جهة الرأس، والنحر يكون في اللبة في أسفل العنق من جهة الصدر، وكليهما يجب فيه ماذا؟ أن يقطع فيه أمران: الحلقوم والمريء. واضح؟ واضح كلامي؟ والسنة أن يكون النحر في الإبل والذبح في غيره. أما العقر فسيأتي بعد قليل. نعم. وأن يذكر اسم الله عليه. من الواجبات في التذكية أن يذكر اسم الله عز وجل عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والعلماء يقولون إن ذكر اسم الله عز وجل على التذكية واجب، وذكر اسم الله عز وجل على الصيد شرط، لأجل الحديث حديث أبي ثعلبة، وفرقنا بينهما لأجل النص، وينبني على ذلك ما ذكرت لكم في أول درس، أن الشرط يسقط أو لا يسقط بالنسيان؟ لا يسقط. والواجب يسقط بالنسيان أم لا؟ يسقط. فمن نسى التسمية عند التذكية جاز أكل الذبيحة، ومن نسى التسمية عند الصيد لم يجوز.
لأجل حديث أبي ثعلبة، ونحن وقافون عند النصوص. نعم. وكذلك يشترط في الصيد إلا أنه يحل بعقره في أي موضع من بدنه. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن العقر، يقول وكذلك يشترط، أي أن ذكر الله عز وجل وأن يكون بمحدد، وأن يكون ذلك المحدد قد أنهر الدم، كل هذه شروط في الصيد. لكن الفرق بين الصيد وبين التذكية بنوعيها أن الصيد يكفي فيه العقر. لنتكلم عن العقر. العقر يقول العلماء هو الطعن في أي موضع من البدن ولو في الرجل أو في اليد، فحيث أنهر الدم فإنه يكون مبيحا للحيوان. والعقر يبيح أكل الحيوان في مواضع 4 أو 5 على حسب ما يسمح به الوقت، أولها الصيد سنتكلم بعد قليل. فمن رمى سهما على صيد فأصاب السهم أي موضع في جسده وأنهر الدم بسبب المحدد لا بالمثقل وهو عرض العرض، فإنه حينئذ نقول يجوز أكله لأنه قد أنهر الدم. إذن العقر الأول يكون في الصيد. الأمر الثاني يكون في النادي، فمن ندت بهيمته لكونها قد هربت أو تردت في بئر ولم يستطع إخراجها، فالحيلة فيه نقول اعقرها، فيرمي هذا الناد الناقة إذا هربت منه مثلا فيرميها بالمسدس، فحيث أصابت أي موضع في الجسد ثم ماتت طبعا ولم يدركها وفيها حياة مستقرة يجوز أكلها. شاة وقعت في بئر ولم تستطع إخراجها، اطعنها في رجلها ثم أخرجها مقطعة، يجوز لك أكلها لأن هذا عقر، لكن بشرط أن يكون موتها بسبب عقرك وهو طعنك، وألا يشترك في الموت شيء آخر بألا يكون رأسها في ماء. هذا الأمر الثاني. الذي يعرف الأمر الثالث الذي فيه عقر فله جائزة. سم لا داخل في كل الناد والصيد. في أمر دقيق جدا هو من حيوان البر والبحر معا، يلا موجود كثير جدا على البحر. لا سم أحسنت، لك جائزة يا شيخ. السرطان تعرفونه، الذي يؤكل هذا الذي له أرجل وأيد بطريقة معينة، فقهاؤنا يقولون لا بد من تذكيته لأنه غلب فيه البر. وكيف تكون تذكية السرطان؟ بعقره في أي موضع في جسده. فأنت إذا اشتريت سرطانا حيا ونومته لأجل التنكير، فأنت إذا اشتريت سرطانا حيا فاعقره في أي موضع من جسده، اطعنه، حينئذ يحل أكله. هذا على قول فقهاءنا أنه لا بد فيه من التذكية. في رابعة لكن ربما أشير لها فيما بعد. نعم. ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه. قال ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه. نفر عن صاحبه أي ند، وعجز عن ذبحه يعني لا يستطيع إمساكه أو جرحه ثم يذبح بعد ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه الأنعام أوابد كأوابد الوحش، فما ند عنكم فافعلوا به هكذا، يعني العقر. نعم. وعن رافع بن خديج مرفوعا قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والضفر. نعم، هذا شرط على أنه لا بد من المحدد ولا بد من ذكر اسم الله عز وجل عليه، ويكون ذلك من باب الوجوب. ليس السن والضفر، أما السن فعظم وأما الضفر فمدى الحبشة، متفق عليه. نعم، قوله أما السن فعظم أخذ من الفقهاء أن العظام كلها ملحقة بالسن في الحكم، وأما الضفر فقال فمد الحبشة فيكون من باب الإخبار لا من باب التعليل. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله عز وجل غدا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.